يقول: هل سائر العبادات مضاعفة في المسجد الحرام مثل الصلاة؟ نعم، الصلاة تضاعف، هذا بالنص. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، هذا في الحديث الصحيح. وكذلك بقية الأعمال تضاعف في المسجد الحرام لشرف المكان، تضاعف في المسجد الحرام لشرف المكان إن شاء الله. يقول: وهل السيئات مضاعفة؟ هل السيئات مضاعفة في المسجد الحرام؟ نعم، السيئات تغلظ، السيئات تغلظ في المسجد الحرام ولا تضاعف. المضاعفة خاصة بالحسنات، أما السيئات الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإنما يعظم إثم السيئة، يعظم الإثم. قال جل وعلا عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.